بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله جميعا. كل واحد فينا عنده أخ أو أخت أو ابن أو ابنة في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية. ولو فتحت كتاب العلوم أو كتاب الفيزياء راح تجد هاي الصورة. شو اسم الصورة هاي؟ الآلة هاي اسمها البندول، صح؟ تذكروها؟ البندول. في المرحلة الجامعية درسونا بندول ولكن من نوع آخر. إذا مر عليكم الشكل هذا، هذا بيسموه البندول المقلوب. طبعا هو الآن ليس مقلوب، هو بندول عادي، ولكن الهدف من برمجة هذا البندول إنه نقطة الارتكاز اللي في النص تتحرك يمين ويسار يمين ويسار لحد ما البندول يطلع ويثبت بشكل عمودي، أشبه باللعبة اللي بنلعبها بالعصاية، إنه لازم ما توقع العصاية. وهي قائمة هاي اللعبة على سنسرات بتقيس الزاوية، بتقيس السرعة، بتقيس المسافة، بتقيس الوزن، أمور كثيرة. والقراءات هاي بتدخل في السيستم بيسموه فيدباك كنترول سيستم، وفي النهاية بيطلع العمود زي ما انتم شايفين بالشكل هذا. سريعا جدا تبدأ التجربة تشتغل، وبيبدأ نقطة الارتكاز تروح يمين يسار يمين يسار بقوة معينة لحد ما يصير الشكل عمودي بالشكل هذا. تمام؟ هذا بدون جهد بشري، هذا جهد آلي، هذه فيدباك تدخل قراءات بتغذي الأسطوانة الصغيرة هاي نقطة الارتكاز لحد ما تثبت بالشكل هذا. ثم بيجي الشخص بحاول يسحبها بإيده، يوقعها بإيده، ولكن نقطة الارتكاز بتتحرك زي ما انتم شفتوا في الفيديو هذا. هذا بسموه الفيدباك كنترول سيستم، وهو أبسط نوع من الأوتو ليرنينج، اللي هو أبسط نوع من المشين ليرنينج. أكيد تسمعوا تعلم الآلة والمشين ليرنينج، هذه هي فكرتها. ولكن هاي الفكرة امتدت لعمق أكبر من تجربة عملية بالشكل هذا، اللي هي رح نتكلم عنها بعد شوي. لكن من تطبيقات هذا الشيء لعبة معروفة جداً عند أطفالنا، مش في إيديهم ولكن تحت، أكرمكم الله، تحت رجليهم، اللي هي السيجوي أو البالانسينج ويل، صح؟ هاي اللي بيركبوا عليها وبيمشوا يمين ويسار وفوق وتحت. هذه قائمة على نفس الفكرة تبعت الفيدباك كنترول سيستم، بما يلان الولد ممكن يتحكم فيها. طيب، هاي الفكرة تبعت المشين ليرنينج اتطورت أكثر لحد ما صارت تستخدم في الاختراقات الأمنية، وهذا فيديو يوضح مثال على ذلك. شوفوا. Look at these images. Now tell me which Obama here is real. To help families refinance their homes. خليني أعيد بس. Can you increase the volume, please? Look at these images. Now tell me which Obama here is real. To help families refinance their homes. To invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs. Anyone? The answer is none of them. None of these is actually real. بهالبساطة ممكن يخترق العالم. بهالبساطة ممكن تنزع اعترافات من مسؤولين كبار. يمكن أنا إنسان غير مهم في العالم، ولكن في ناس مهمين ممكن تلبسهم اعترافات ما حكوها وما قالوها. مثال على ذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. طيب، هذا كله قائم على فكرة المشين ليرنينج، تعلم حركة الشفايف، حركة العينين، حركة الوجه، ومطابقة طبقات الصوت المختلفة على حركات الوجه وحركات العينين إلى آخره، فبصير الاختراق بالشكل هذا. طبعا أخوكم أسامة عبدو اليوم أنا حتكلم عن المدن الذكية، وشو علاقة اللي شفناه قبل شوي بالمدن الذكية. هو فعليا فكرة الذكاء الاصطناعي وكيف يستخدم في الاختراقات، فضلاً عن كيف ممكن نستخدم الذكاء الصناعي في منع الاختراقات وصد الاختراقات اللي حوالينا. طيب، لما نيجي لتعريف المدن الذكية زي ما انتم شايفين هيك، المدن الذكية زي ما تفضل دكتور أبو إبراهيم، دكتور أنور، كان يتكلم عن الجي اي اس سيستم، كان يتكلم على السمارت بيلدينجز. واحنا طبعاً اليوم بنشوف الذكاء موجود في كل الأماكن اللي حوالينا، مطارات ذكية، مستشفيات ذكية، مدارس ذكية، حكومات ذكية، شركات خاصة ذكية، منازل ذكية، طرقات ذكية، كل شيء ذكي صار حوالينا، كل شيء صار كنترولد ريموتلي، كل شيء صار ممكن التحكم فيه عن بعد. لو طلعنا على المدن الذكية حنجدها في قطاعات مختلفة، في قطاعات الاتصالات، في قطاع المواصلات إلى آخره. فطبعا كل ما زادت الخدمات الذكية اتسع الخرق،
اتسعت الفجوة اللي ممكن يدخلوا منها المخترقين. فإذا بدنا نشوف طريقة إنه نمنع هاي الاختراقات. لو نظرنا لمحة سريعة عن تاريخ الهجمات وطرق الحماية لهاي الهجمات، حنبدأ تقريبا من سنة الثمانينات لما طلع شغلة اسمها الفيروس. لما طلع الفيروس كنا احنا نسوق لشغلة يعني مش انا كنت وقتها اشرب حليب نيدو يعني، بس المهم كان في الفيروس كانوا يسوقوا للانتي فيروس. الانتي فيروس المعروف اللي احنا لحد اليوم نستخدمه كحماية بدائية لأنظمتنا التشغيلية. بعد هيك ظهرت ان الديدوس، والديدوس معروفه انه تستنزف الريسورسز تبعتك السي بي يو والميموري، بحيث انه لما بدك تشتغل على شيء حقيقي شرعي ما بتقدر تشتغل. ليش؟ لانه السي بي يو تبعك مشغول بشغلات مو صحيحه. فاخترعنا شغله اسمها الانتي ديدوس. بعدين ظهر عندنا السبام فيشنج، اللينكس اللي بتيجي بالايميل. 60% من الناس بتكبس على الايميلات من غير ما تعرف من وين هاي الايميلات جايه. فظهر عندنا السكيور ميل جيت واي، ثم ظهر عندنا البوتنت والورمز والامور هاي كلها، اللي ظهر بعدها النكست جينيريشن فاير وولز اللي تحمينا من هاي الاتاكس. بعد هيك ظهر عندنا ادفانس ثريتس، ملفات غير معروفه، ملفات مشبوهه، الناس تكبس عليها بتفرمت الجهاز، او ممكن يصير انكريبشن ما يسمى بفيروس الفديه او الرانسوم وير. ثم ظهر عندنا الانسايدر اللي هي الاتاكس الداخليه من داخل الشبكه. بعدين ظهر عندنا الاي او تي، عالم الاي او تي انترنت الاشياء عالم ضخم جدا. واخيرا وليس اخرا ظهر عندنا الماشين تو ماشين، وهذا كله يمنع بكل اللي شايفينه انتم تحت من ديسبشن الى نتورك اكسس كنترول سيستم الى ارتفيشال انتليجنس وهلو مجره. حتكلم انا اليوم عن ثلاث محاور اساسيه وححاول يعني بسرعه شديده نعرج عليهم. بدايه طبعا اليوم اتسع المجال الاي تي واتسع الادوات اللي احنا بنستخدمها، الذكاء اللي احنا بنشوفه حوالينا. متوقعين احنا تقريبا 3 مليارات جهاز اي او تي واجهزه ذكيه تكون كونكتد على شبكاتنا. اليوم احنا بنتكلم عن 51% من منظماتنا ومن شركاتنا ومن هيئاتنا وحكوماتنا مخترقه على الاقل بملف واحد فما اكثر. اليوم نتكلم على مشاكل concerns عند السكيورتي انجينيرز. نتكلم على BYOD bring your own device. اليوم الناس عم بتجيب موبايلاتها عم تشبك على الشبكه في الحكومه او في الوزاره او غيرها. هذه ممكن تجيب كل الملفات المشبوهه من بيتها وتجتاز جدر الحمايه تبعت المؤسسه وينتهي المطاف انه الفيروس يصير عندي على النتورك. فكيف طرق الحمايه لإلها؟ في لها طرق معينه حنتكلم عنها بعد شوي. المشكله الثانيه انه الوقت اللي احنا بنحتاجه تو ديتكت عشان نكتشف هاي الاختراقات قد يتراوح من دقائق الى ساعات الى ايام الى سنوات. طيب باحصائيه سريعه بالشكل هذا ممكن نقول انه 85% من الاختراقات يتم اكتشافها بعد اكثر من ساعه. طيب خلال ساعه شو ممكن يصير؟ ممكن يتفرمت الجهاز، ممكن تنسرق المعلومات، ممكن تدخل فيروسات، ممكن يصير عندك فيروس الفدية. فيروس الفدية هو تشفير للملفات اللي على جهازك وبعدين ما في عندك حل، لازم تاخذ باك اب من الملفات تبعتك المهمة على الأقل عشان تكون محتاط إذا صار شيء لا قدر الله إنه تقدر تعمل ريكفر أو تقدر تعمل إعادة ضبط للجهاز تبعك وتجيب الملفات اللي ضاعت. طيب مين بيعرف يقرا المكتوب هون؟ واضحه الكتابه ولا مو واضحه؟ يو كانت كنترول ات صح، بس في شيء ثاني مكتوب اف يو كانت سي ات صح. اذا عشان نقدر نحمي الشبكه تبعتنا لازم نعرف شو اللي عندنا، لازم نشوف شو اللي عندنا. الفيزيبيليتي او الرؤيه اللي بنتكلم عنها انه يكون عندنا فيزيبيليتي على النتورك، نعرف شو الاجهزه اللي بتشبك عندنا، مين اليوزرز اللي بيستخدموا، من وين شبكوا، كم مده انهم شبكوا على النتورك. هذا من العناصر المهمه عشان نقدر نتحكم بالشبكه اللي عندنا. عشان هيك في سولوشنز اليوم في السوق يعني بتقدمها فورتنت وغير فورتنت اللي هي ما يسمى بنظام الدخول الامن او النتورك اكسس كنترول. نظام الدخول الامن بيرتكز على ثلاث محاور اساسيه. اولها الفيزيبيليتي، بدنا نعطيك فيزيبيليتي صحيحه باللي بيصير عندك على النتورك، هو وات وير اند وين،
مين اللي شبك اليوزر نيم وات الديفايس المكان اللي شبك منه الدور الثالث في مكان كذا ومتى شبك ومدة الكونكشن تبعه على النتورك ثم بيجي بعد هيك عندنا مرحلة الكنترول بناء على خواص الجهاز هذا يمكن هذا مدير يمكن هذا من فريق المبيعات يمكن هذا من المهندسين يمكن هذا من الفاينانس راح أحطه في الرول الخاص فيه هذا ما يسمى بالأوثورايزيشن أو ما يسمى بالديناميك رول بيزد أكسس بناء على صلاحياتك في الشركة عم تعطى الصلاحيات في دخولك على الشبكة طيب فلان دخل على النتورك وفلان قبل ما يدخل على النتورك احنا شيكنا عليه هل هو متوافق مع سياسة الشركة أم لا متوافق مع أنه يكون عنده أنتي فيروس من شركة X أو شركة Y هل هو متوافق مع latest Windows updates لازم احنا نتأكد أنه أجهزتنا updated صح في كثير من الناس اليوم تغفل عن هذا الشيء ما بيعملوا تحديث لأجهزتهم فالنتورك أكسس كنترول أو نظام الدخول الآمن بيأكد عليك أنه أنت دائماً compliant أو أنه موافق متوافق مع سياسة الشركة من الناحية الأمنية طيب لو افترضنا أنه فلان دخل على الشبكة وبلش يشغل تطبيق ممنوع في الأساس إحنا منعناه في الأول ولكن قال لك أوكي أنا بسكر الأبليكيشن بدخل على الشبكة برجع بفتح الأبليكيشن شو بدي يصير؟ لازم يكون في عنا ما يسمى بالرسبونس الرسبونس هون هو عبارة عن مراقبة متواصلة على الأجهزة بتحاول تشوف البيهيفير تبع الجهاز السلوك الجهاز وبناء عليه ممكن ترجع تطلعه برا النتورك فإحنا بالتالي نقدر نشوف كل نقطة مشبوكة عنا على النتورك ونقدر نتحكم فيها ونطلعها برا النتورك إذا فيها أي مشاكل طيب عشان يصير عندنا النتورك اكسس كنترول بالشكل هذا نظام الدخول الامن لازم نتطلع على سلوك الجهاز قبل وسلوك الجهاز بعد فعندنا ما يسمى بالبري كونكت ريسك اسسمنت احنا بنطلع على الجهاز هل هو متوافق مع سياسه الشركه وزي ما ذكرت لكم امثله عن الويندوز ابديتس او السكيورتي ابديتس او الانتي فايروس ابديتس او سيرتن او يعني مجموعه من التطبيقات لازم تكون نازله على الجهاز لازم يكون الجهاز جزء من الدومين مو خارج الدومين أجهزة الزوار كيف بدنا نتعامل معها هل حنحطها بنفس الشبكة تبعت المستخدمين ولا حنحطهم بريستريكتد أكسس هذه من الأمور المهمة جدا ثم بعد ما يدخل على النتورك بنحطه في الصلاحيات المحددة لهذا المستخدم فطبعا احنا بنقدر نعطيك يعني رؤية واضحة على مدار الساعة بمين اللي دخل وعن طريق أي جهاز ومن أي جهة شبك من فرع أو من دور أو إلى آخره ومدة اتصاله بالشبكة بعد هيك بيجي عندنا أنه نحطه تحت صلاحيات محددة زي ما ذكرت لكم أنه هذا الشخص ما له صلاحيات على الشبكة أو عنده صلاحيات الزائر أو صلاحيات محددة مقيدة أو ممكن يكون عنده صلاحيات كاملة ثم بعد هيك نقدر نصنف الجهاز ويكون عندنا فصل أو يعني خلينا نقول filtration على الجهاز مش بناء على IP address العنوان الـ IP ولا بناء على الـ username إنما بناء على طبيعة الجهاز فمثلاً اليوم تخيل لو أنتوا في الشغل جبتوا برينتر جديدة عشان تشبكوه على النتورك لازم نتواصل مع النتورك admin ونقول له حط لنا إياه على النتورك الفلانية عشان نشبك عليه وتحط عليه IP فلاني إلى آخره اليوم باستخدام الـ intent based firewall إن صح تعبيره يعني اللي هو الجدار الناري حسب النية حسب نيتنا من استخدام هذا الجهاز هذا الجهاز برينتر مثلا أوكي فإحنا بنحطه على السويتش الـ Network Access Control عرف إنه هذا الجهاز هو عبارة عن برينتر فوضعه بصلاحيات البرينتر وبالتالي أعطى صلاحيات لكل اليوزرز كل المستخدمين إنه يدخلوا على هاي البرينتر ويطبعوا بأقل جهد ممكن بأقل وقت ممكن طيب بعد ما دخل الجهاز على الشبكة شو راح يصير؟ احنا قبل شوي شفنا الـ Indicators of Trust مؤشرات الثقة الآن احنا بدنا ننظر إلى Indicators of Risk مؤشرات الخطورة تعرفوا أنا بشبه هذا بشو؟ يعني في حالات كثيرة من الزواج يعني قبل الزواج الزوجين كل شوي بيروا محاسن بعض صح؟ هاي Indicators of Trust طب بعد ما يتم الزواج والله اكتشفت فيه كذا والله اكتشفت فيها كذا صح يبقى هذه indicators of ايش of risk
فالإنديكيتورز أوف ريسك هي اللي بتحدد إنه هل حيستمر هذا الجهاز داخل النتورك ولا هل حيطلع برا النتورك. عشان أعطيكم مثال عملي على الشبكة كيف بتصير، تخيل معي هذا الجهاز داخل النتورك، اكتشفنا إنه جهاز ما في أي مشاكل، ولكن للأسف الشديد بعد ما دخل على النتورك صار عليه فيروس وبلش يحكي مع الكوماند اند كنترول سيرفر اللي هو أصل الفيروس اللي هو أرسل الفيروس. فمجرد ما يحاول يحكي مع الكوماند اند كنترول سيرفر، النكست جينيريشن فاير وول راح يمنع ما يسمى بالكول باك، وراح يرسل إشارة إلى النتورك أكسس كنترول اللي هو نظام الدخول الآمن اللي هو بالنهاية راح يحكي مع السويتش ويسكر البورت. شوية تفاصيل فنية ما علينا، المهم إنه سكرنا عليه البورت وطردناه خارج النتورك لحد ما يصلح المشكلة اللي عنده، يتواصل مع النتورك أدمن إلى آخره ويحل مشكلته. طيب حنتقل لموضوع تاني، موضوع الذكاء الاصطناعي، وهو موضوع حيوي جدا احنا بنحتاجه في مدننا الذكية اليوم. المقصود في الذكاء الاصطناعي يعني مجموعة شغلات، ولكن النقطة الأساسية اللي بيرتكز عليها الذكاء الصناعي هو فكرة الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة. طبعا أنا واحد من الناس ما بحب السلايدات اللي فيها كلام كتير، ولذلك حاختصر عليكم، ولكن الهدف من هذه السلايد اني اقول لكم انه احنا تقريبا صرنا 100 سنة في مجال الارتفيشال انتليجنس، بلش من الثلاثينات القرن الماضي، واحنا كشركة بفورتنت بلشنا فيه ب 2012 في الكونتكست تبع السكيورتي، في كونتكست امن وحماية المعلومات. تطور معانا لحد اليوم احنا شغالين فيه، عبارة عن اقامة شراكات مع شركات عالمية، مع اكثر من 200 شركة و 200 منظمة، منهم الانتربول، منهم برامج احنا اسسناها مع شركات اخرى، ففي عندنا شراكات ضخمة جدا في هذا المجال. طيب لو اطلعنا على الهجمات الالكترونية كتاريخ وكأجيال، الجيل الأول كان ما يسمى بالسيجنتشر بيزد اللي هو نفس الأنتيفيروس تماما اللي ذكرناه، إنه أنت بتطلع بتتفحص الفايل، هل هذا الفايل عبارة عن مالوير ولا فايل طبيعي صحيح وسليم. في قائمة دائما كبيرة جدا، عشان دائما نحكي حدث الأنتيفيروس صح، فأنت لازم يكون عندك التحديثات هاي، وبيبدأ يعمل ماتشنج مطابقة ما بين الفايل اللي وصل وما بين الداتابيز اللي عنده، فإذا كان في مشكلة فبيمنع الفايل من دخول النتورك. الشغلة الثانية بالسكند جينيريشن ظهر عندنا الأدفانس ثريت بريفنشن إنجنز، هذه للفايلات الغير معروفة، غير المعروفة، الفايلات اللي تم طبخها الآن وكنت أنت أول ضحية تستلم هذا الفايل. كيف التعامل معها؟ لازم نفتح الفايل في بيئة منعزلة مراقبة تحت سوبرفيجن عالي، وبناء عليه إذا كان في مشكلة راح نعمل تريجر لأكشن إنه سكر أو عمل كورنتين إلى آخره. فهو عبارة عن تحليل سلوكي وليس تحليل باترن أو تحليل سيجنتشر. فهذه كانت السكند جينيريشن أو الجيل الثاني. ثم انتقلنا على الجيل الثالث اللي هو الارتيفيشال انتليجنس. الارتيفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي هي آلة تحاكي الإنسان الذكي. فإحنا بفورتنت بنحاول نحاكي ذكاء الإنسان الطبيعي بالديتكشن والأناليسس، باكتشاف الثغرات، باكتشاف المشاكل ومنعها من حدوثها على الشبكة. لو اطلعنا على الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي بشكل مفصل أكثر، رح نجد أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام داخل بعض. تبدأ من الديب ليرنينج وهي عبارة عن إنجن أو ماكينة بتتأكد أو بتفلتر أنواع معينة من الداتا وبتقارنها مع الشبكة العصبية اللي هي الكور أو هي نواة الارتفيشال انتليجنس. ثم بيجي عندنا الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج هو عبارة عن إنجن to define الباترنز هاي وتاخذ فيدز وتحطها، ترجع تحطها في الماكينة عشان تعطيك ريسبونس دقيق. ثم الارتفيشال انتليجنس هي الكابابيليتي تو ايميتيت أو إنه قدرتها على محاكاة الإنسان الطبيعي. طبعا إذا اختصرنا كل واحدة من هاي التكنيكس في كلمة واحدة نحكيها بالعربي، الديب ليرنينج هو التخصص، الماشين ليرنينج هو التعلم، الارتفيشال انتليجنس هو الإبداع، هو محاكاة العقل البشري. كلنا بنحب التفاح، واليوم تعرفنا على أكثر من طريقة لمنع الأتاكس. لو تكلمنا على الأنتي فيروس كيف بيشتغل، الأنتي فيروس بيمسك التفاحة وبيعمل سكانينج لقلب التفاحة،
فإذا اكتشف إنه فيها مشكلة بيمنع التفاحة هاي من دخول النتورك. الساند بوكسينج أو الـ ATP هو بيقول لك لا أنا ما بعرف هذا الكائن خليني أتذوقه، بيأكل قضمة منه بعدين يكتشف إنه لا طعمها مش مزبوط فهي تفاحة سيئة. الارتفيشال انتليجنس بيحكي لا أنا ما إلي علاقة بهذا كله، أنا راح أشمها لا رائحتها مش مزبوطة، راح أطلع عليها شكلها عليها نوع من العفن، فلا هذه تفاحة غير جيدة. هذا هو الذكاء الاصطناعي. بعدين بيجي عندنا تكنيك أخيرة اللي هي ما تسمى بالديسبشن أو الخداع، وحتكلم على الخداع في آخر العرض اليوم، لكن راح أورجيكم إياها بعد شوي. ما يسمى بالارتفيشال انتليجنس، وحكينا على التفاحة إنه إلها رائحة، إلها شكل، إلها ملمس، إلها كذا، هذه كلها المواصفات احنا بنسميها فيتشرز او مواصفات هي موجوده بيلت ان في الارتفيشال انتليجنس في الذكاء الاصطناعي. لو قارنا ما بين البطاطا اللي على اليمين والبطاطا اللي على اليسار راح نكتشف انه في مواصفات خاصه في البطه الحقيقيه، بتقدر تمشي على الارض، بتقدر تسبح، وبتقدر صوت البط تبطبط، تمام؟ فهذا البط الطبيعي، فإحنا بناخذ هاي المواصفات بنقارنها على أي أوبجكت تدخل عندنا، هل توافق هاي المواصفات ولا لا؟ فإذا وافقت المواصفات هاي نعطيها ريتنج عالي إنه هذه هي فعلاً بطة حقيقية. هكذا بيشتغل الارتفيشال انتليجنس. هذا الارتفيشال انتليجنس هو بيقلل الفولس بوزيتيفز، الأخطاء اللي ممكن تكون مع الذكاء الاصطناعي، وكذلك بيقلل الوقت المطلوب عشان نكتشف المشاكل في النتورك. طيب لو جينا نطلع على كيف بيشتغل الارتفيشال انتليجنس، فايلات تتحول لباينري فورمات، بعدين نقدر نضطر انه نفتحها ونشوف الكونتنتس تبعتها، ونقسم الكونتنتس لبلوكس، يعني تقريبا اكثر من 1000 بلوك للفايل الواحد. تخيل معي هاي ال1000 بلوك لما تدخل على النيورال نتورك، الشبكة العصبية، وهذه هي العقل الحقيقي تبع الارتفيشال انتليجنس، ويبدأ يقارنها بأكثر من 6 ملايين فيتشرز. الفيتشرز اللي حكينا عنهم قبل شوي، بطة إلها صوت، بطة تعرف تسبح، بطة إلها رجلين تعرف تمشي، صح؟ هذه هي الفيتشرز، احنا ما نسميها بالفيتشرز. فبتقارنها هل إلها مواصفات الفايل اللي بيخترق النتورك ولا لا؟ فإذا كان لها مواصفات اللي بيخترق إنها بتخترق النتورك، نقدر نعمل مطابقة وبنقدر نعطي عدد، وبعدين نقدر نعطي حكم بناء على أولوية الأعداد اللي حتطلع عنا. فمثلا الفايل دخل طلعنا في النهاية بنتيجة إنه الفايل هذا فيه 26 indication إنه هو داونلودر. تعرف شو يعني داونلودر؟ داونلودر هو فايل شكله طبيعي، ولكن مجرد ما تفتحه بيبدأ ينزل فيروس، هذا داونلودر. ففي 26 indication انه هو داونلودر، وفي 5 indications انه هو تروجن، وفي 2 indications انه هو رانسوموير. الحكم النهائي انه الفايل malicious. ليش؟ لانه هو داونلودر. بالتالي هذه المعلومات بيروح بغذيها في نظام الحمايه، وبيمنع المشاكل اللي ممكن تصير على النتورك. الجراف هذا بيورجينا مقارنة ما بين المحللين وما بين الارتفيشال انتليجنس. لاحظوا معي في بداية الفايل أول ما يبدأ خلال فترة 60 أسبوع بيبدأ الجهد البشري بالخط الأزرق يعرف يعمل ديتكشن أسرع من الارتفيشال انتليجنس، ولكن مع مرور الزمن لأنه الارتفيشال انتليجنس بتعلم وفي تغذية بتصير للإنجن اللي فيه بيبدأ يتفوق الارتفيشال انتليجنس على الإنسان. طبعا احنا ما بنحكي انه الكمبيوتر اذكى من الانسان، ولكن احنا بنحكي انه الكمبيوتر ممكن يؤدي مهمه الانسان بشكل اسرع، تمام؟ انا ما بعرف انه في مخلوق على وجه الارض اذكى من الانسان. المهم، فذكرنا قبل شوي انه الارتفيشال انتليجنس عند فورتينت هو عباره عن شراكات وعلاقات مع اكثر من 200 منظمه عالميه، منها السايبر ثريت الاينس، وهذا برنامج احنا استحدثناه بالشراكه مع بالو التو، ثم انضم الينا اكثر من شركه معروفه زي انتل وزي سيسكو وزي سيمانتك وغيرها من الشركات. بعد هيك في عندنا طبعا اكثر من 200 مهندس، هذول كلهم اناليست بيحللوا المشاكل اللي على النتورك ودائما بيعطونا ابديتس.
وفي عندنا شهادات من منظمات حيادية عالمية زي NSS Labs وGartner وVirus Bulletin وغيرها من المنظمات. يبقى هذه التغذية اللي بتصير على الأجهزة اللي عندنا اللي هي أجهزة أمن وحماية المعلومات زي الفايروولز زي الإندبوينتس زي الإيميل زي الديسبشن. طيب أنا حكيت كلمة ديسبشن، شو يعني ديسبشن؟ ديسبشن هو الخداع، وهذه هي المحور الأخير اللي بدي أتكلم عنه في دقيقتين إن شاء الله. الديسبشن الخداع، الحرب خدعة ولا يفل الحديد إلا الحديد، صح؟ دائما نحكي هيك احنا. تخيل معي، سيبكم من الكلام بس انظروا على الصورة، تمام؟ هو الكلام بيشرح اللي أنا هتكلم عنه. الصورة هذه هي نتورك طبيعية زي ما انتم شايفين. جرت العادة انه المخترق لما بده يدخل على أي شبكة هل بيختار أقوى نقطة ولا أضعف نقطة عشان يدخل من خلالها؟ شو رأيكم؟ أضعف نقطة، صح؟ لما بده يدخل المخترق بيدخل على أضعف نقطة وبعدين بيبدأ ينتشر انتشار داخلي. طيب إحنا شو حنسوي؟ إحنا رح نستحدث نقاط ضعيفة داخل الشبكة بحيث إنها تغري المخترق إنه يدخل على النتورك. تخيل معي هاي الفيرتشوال ماشين، وصعب إنك تميزها عن سيستم طبيعي قوي موجود على الشبكة، ولكن هي نقطة ضعيفة جعلناها على النتورك، جعلنا نقطة ضعيفة على الكلاود، جعلنا نقطة ضعيفة على ريموت سايت، تمام؟ بعد هيك بيجي عندنا المخترق بيحاول يدخل. لما يدخل راح يدخل على الفيرتشوال ماشين هاي اللي احنا بنسميها الديكوي. ديكوي اللي هو الفخ او التراب او المصيدة، تمام؟ او الكمين. فلما يوصل لهذا الكمين ويدخل فيه بحس حاله انه هو عمل مهمة رائعة جدا، ولكن حقيقة الامر انه احنا شفناه، لانه النظام هذا يراقب المخترق، وبالتالي ممكن احنا نصدر امر to eliminate او ان نمنع المخترق هذا انه يستمر على الشبكة بتواصلنا مع الاجهزة الحماية، انه to block الاي بي، انه نسكر على الاي بي ونحطه على البلاك ليست. هذه هي طريقة الديسبشن، طريقة الخداع. طيب احنا عشان نختم، احنا اليوم شفنا المدن الذكية كيف ممكن حمايتها بأساليب حديثة، منها الارتفيشال انتليجنس ومنها الديسبشن، وقبل كل شيء انه يكون عندنا فيزيبيليتي واضحة على اللي بيصير. لازم نعرف شو اللي عندنا في الشبكة، ولازم نحدد ونعطي حماية على ما يحصل عندنا في الشبكة للأمور المعروفة مثل الفيروسات مثل اليو ار الز المعروفة. وكذلك عندنا طرق انه نفهم الانون ثريتس عن طريق الانتجريشن مع ATP solutions، عن طريق الانتجريشن مع artificial intelligence engines وغيرها من الامور. ثم عندنا العامل الاستجابة او الريسبونس، انه دائما نعطي هذه المؤشرات وهذه التغذية الى نظامنا وانظمتنا عشان نحمي الشبكة من اي مخاطر مستقبلية. هذا الشيء بيخلينا نكون مستعدين لآلية الوثوق بالنظام الآلي أو الأوتوميتد سيستم، وهو يعتبر نقطة أساسية في مسألة الارتفيشال انتليجنس. أشكركم جزيل الشكر لحضوركم.